سعود، اول شيء القادسيه اليوم نفس ما قال اخوي مالك في هناك علامات استفهام كثيره. اول شيء صراحه انا تابعت المباراه اليوم، يوم شفت طريقه اللعب اللي هي 4 4 2 عمر القادسيه ما لعب بالطريقه هذه 4 4 2. اولا الشيء الاهم اليوم لما انتهى الشوط الاول كان نسبه الاستحواذ لنادي القادسيه افضل من النادي العربي. كان يفترض اليوم لو وجود اللاعبين واختيار اللاعبين من المدرب ديليبور صح كان احنا خلصناها اتوقع من الشوط الاول. اليوم انت في هناك علامات استفهام كثيره على اربع الى خمس لاعبين، منهم صالح الشيخ راد من اصابه، احمد الظفيري راد من اصابه، احمد الرياحي، خالد عجب. اليوم صراحه يعني حتى انا يعني قاعد اشوف اللي قدام سواء احمد الرياحي او خالد عجب سلبيه، يعني سلبيه في الاداء، يعني ما في عنصر ان 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 يعني يقدر عنده عنصر مفاجاه قدر يسوي قدر هذا. كان للامانه سليمان عبد الغفور كان مرتاح نوعا ما، جميع التهديدات اللي صارت على 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 سليمان عبد الغفور كانت يعني نحصل منها فرص لانصاف الاهداف. الشوط الاول كانت بعض الكور اخطر كره يمكن اللي شالها ما شاء الله عليه من خالد القحطاني اللي طلعها. اللياقه صراحه اليوم عليها علامه استفهام بالنسبه للاعبين القادسيه. اصابات اللاعبين طاحوا، مساعد حاشته اصابه، مو هذا وقت مدرب مثل داليبور يجي يجرب اللاعبين في مباراه كؤوس وقدام منه قدام العربي. يعني اليوم انت اعطيتهم المباراه، يعني قدمت هديه ويستاهلون الاخوان العربويه حق نادي العربي بادائك وبتشكيلتك الخطا يا ديليبور. بعد 22 مباراة اليوم كنا باستطاعتنا ان نكمل 23 لو كان هناك اختيار العنصر المناسب واللاعب المناسب. يا اخي مو شرط انت اليوم يعني تغامر لي بلاعبين لهم تاريخ مثل احمد الظفيري ولا صالح الشيخ. يا اخي انت عندك صف ثاني يلعب من زمان، من مصاب من زمان ترى احمد الظفيري. لا لا بس انا ايش قاعد اقول كل يوم، هل هو مستوى؟ لا اليوم مو قادر يتحرك. مو مساله اصابه، احمد راد ترى من زمان انا فاهم مباراه. لا انا اقول شغله، بس اليوم ما هو مستوى احمد الظفيري ولا مستوى صالح الشيخ ولا مستوى الرياحي ولا مستوى خالد عجب. يعني انا اقول شغله، اليوم انت تتكلم عن فريق عندك تحت 19 فيهم من النجوميه اللي قدر يحسم البطوله قبل خمس جولات. يا جماعه شيء عرفناه بالرياضه هناك في شيء يسمونه على قولتهم دافعيه استمرار. يا اخي عطني فرصه، يعني عطني فرصه. انا اقول لك شغله، اليوم طرد احمد الزنكي انا احساسي يعني اقول كشعور لاعب يقول لك يا اخي انا ليه متى ينزلني اخر ثلث ساعه؟ ليه متى ينزلني اخر 25 دقيقه؟ النتيجه كانت انا كلمه صراحه يعني الأمانة. بس انا قاعد اقول شغله، يعني انت اليوم رده فعل، يعني انا اقول يعني اليوم يعني قلت لك اغلب اللاعبين، قلت لك والله اليوم مفترض من الشوط الاول لو هناك تشكيله صح ما كانت بالصوره هذه.